السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين الدراجي يفتح النار على سياسة التقديس واستغلال الكرة في الجزائر، يعني وين فاني كاين ناس اللي راهم المنتخب الوطني داروا له اوطاج، يعني داروا له اوطاج وراهم مستغلينه وكيفاش يعني يخدموا به يعني مصالح تاعهم. ناس يتخدم مصالح يعني تاعهم يعني بامتياز، هم يخدموا المصالح تاعهم بكل امتياز. نقول لكم ناس يتخدم مصالح تاعهم بس باسم اللي كي الناس. وحنا الحمد لله يا ربي، انا على هذه الهضره هضرت لكم لو 20 مارس 2017 مازالوا كاين الارشيف، روحوا واش قلت لكم. وبعد دينا كوب دافريك موراها من فقد باللعبه، وين وصلتنا المعلومه قلت لكم جماعه المنتخب الوطني راهم مخطوف وبيخدموا به مصالح تاعهم. وبعد بدات تبان بشويه، بعد بدات تطرطق. هذه يا خويا دروك اليوم شو غادي يا سكتو خلوه يخدم كيما يقولوا لكم هذوك مساكين اللي لي بينت كيما ديك وحده قالت لهم الياسمه تاع سطيف ولا تاع من لا الياسمه تاع كوريا تاع كوريا تاع كوريا هذيك وحده اي طور في التيك توك قالت لهم الياسمه تاع سطيف لا تاع كوريا. هذو اللي مغابنيننا حنا يا بالك، هذو اللي مغابنين الناس اللي تعبوله. خطره نتفرج انا هذه والله العظيم وش عامل خطره قلت لكم في نار 2014 الارجنتين الالمان في نار قاعدين نتفرجوا القهوه منها ما تفرج في نار طلعت دارنا في الليله يعني في رمضان نتفرجوا ها وراو ميسي هذا السيد نطق لي قال لي ميسي تاع البارسا اش يدير هنا نط بيت قهوتي وطلعت دارنا فرجت كملت بارتيه في الدار شو كيفاش هاد الناس هادو الناس هما اللي مغابني الغاشي يغبنك ما يجري ما يخليك تجري شابط فيك انت تجري ويمشي هو يقول غدا نمشو وانت تجري هذه مثال تاعها كيما هادو اللي راه يربط لك باسينيك ما صافي مديون للنبيح وصاي يقارع البشيخ يقول كلمه يرد عليه يقارع رفيق واحد يقول كلمه يرد عليه يقارع الحافظ الدراجي يقول كلمه يرد عليه ولا موند كامل يشوف محرز ما يدير اسيست يخرجوا هما يلعبوها مخلعه باي هاولي تربح هاديك دي روحك وروح اش فاقت تاعنا صحيح لعابه في المنتخب الوطني وفاقوا باللي الناس يتخدم بيتخدم خدمه باسماوتهم ولا يخدموا باسم يخدموا بليكيب ناسيونال فاقوا بهم اش فاقوا. انا نقول لكم ناس فاقت في اللعب المنتخب الوطني مع رزق قال لهم نجي نلعب غوغندا انا غادي تاع وتربح دي دوك اللي بيت حشيلهم ديهم. وين ادلى معلق قنوات بي سبور حافظ الراجي بيدلوه بعد اقصاء المنتخب الجزائري من نهائيات بطوله امم افريقيا على يد المنتخب المغربي. وقال الدراجي عبر شريط فيديو نشره عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك بان التحليل اخفاق لا يرتكز فقط على مباراه في حد ذاتها رغم يعني الفرق الفني بين المنتخبين الجزائري والمغربي. واضاف الاعلامي الجزائري بان الفوز المنتخب المغربي كان عادي وطبيعي موظف بانه كانت هناك ظروف اخرى ساهمت في إقصاء الخوض في المنافسة الإفريقية والتي يبقى أبرزها ضغوطات التي فرضت على أطفال صغار عمرهم لا يتعدى 17 سنة على حد تعبيره. ووصل الدراجي كلامه قائلا بأن المشكل أعمق من حصره في خيارات فنية واللاعبين والمدرب وحتى رئيس اتحادية الجزائر لكرة القدم. أعتقد بأن المشكل بدرجة الأولى يكمن في الفكر والثقافة الموجودة في وسط الرياضي سواء إعلاميا أو جماهيريا وغير ذلك من الأواسط التي تشجع على الرداءة يعني وعلى حد تعبيره. أقول لكم ووصف الدراجي تتويج الخوض بكأس أمم إفريقيا كان بمثابة شجرة غطت على الغابة الكبيرة جدا
من المشاكل، وزاد لقد استغل طيلة السنوات الماضية في استغلال وليس الاستثمار، وركزنا على المنتخب الأول ونسينا المنتخبات الأخرى والمنظومة الكروية التي كان يجب النظر فيها من زمن. ووصف المتحدث ذاته منظومة كرة القدم في الجزائر بالتعيسة، إذ كان هناك منظومة رياضية على حد قوله. ودق حامد الدرادي ناقوس الخطر بعد تكرر إخفاقات للمنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات الكروية، مشير في سياق ذاته إلى أن سياسة تقديس الأشخاص ساهمت بطريقة أو بأخرى في تأزم الوضع. فيما تروح انت كرة القدم تروح تقدس انت مدرب يبقى مدرب غلط يربح، ولو ردونا باللي هذا المدرب لو كان يروح غادي تروح علينا الكاشيات تاع لونطونسيون، يروح عليك القطرة تاع العينين، تروح عليك يعني الدواء تاع السكر، ولا يعني بغاو يردونا مع الكاش توالا، يعني مدرب عندي في الدراهم يروح. دراهم صحيح قال لكم عندي عقد معنوي مع الشعب، على بالنا على بالنا، اقلع شهر اقلع شهر تاع 6 ملايين وشريه بصل، جيبها بصل وبيع المشماش، المشماش راه يدير 70,000 الكيلو، يابس يابس يدير 50,000 الكيلو، اشري اقلع شهر اقلع شهر سي مليار، قول لهم يا ودي غادي نجيب بابور تاع مشماش ونبيعو غير 1000 فرنك الكيلو، بابور تاع مشماش، تقوم الجزائر خليهم قاع يشرو كيلو كيلو ب 1000 فرنك، تنجم ديرها، هاو نتا عقد معنوي مع الشعب، لا، باش تربح، روح ودي خويا روح، روح روح، يكسر علينا حنايا. يا ربي خليها ربي، المهم هذه هي كرة القدم، وين ولينا الناس ولات تضحك علينا، وهذو رؤساء اتحاديات يعني دروك مي شافو زبيز بيت 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 رشح، قالك يعني يجي هذا هذا ما هذا ما فرش روحو على مدرب يفرض روحو علينا، أباك بلي الأعضاء أعضاء أعضاء الاتحادية الجزائرية، مي زبيز يبغي يزقي مع واحد يقولو هي حبس حبس، شاكدير زقي مع اللي يحكم فيك. لي انت نورمالمون تحكم فيه ويحكم فيه، روح زقي مع ذاك وارواح وارواح نهضرو، عادية عادية خويا، بينا سهلة نتوما، القادم بقاتكم بقاكم غير اخو كيسمو بقاكم ود ماجر، ها راهو راه هضرو فيه هضرو فيه، راه باقي ود ماجر برك هضرو فيه بشوية، قلقوش ياه بشوية هضرو فيه، راه باقي لكم ماجر برك. هذه هي لو كان يهدر حافظ الرادي اقسم لكم بالله العلي على رجال يهدر صحيح، هذه اللي نقولها لكم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا ودائما معكم. صحيتو خاوتي.